الو يعني انا شيء غير الناس كلهم؟ سبع صنايع والبخت ضايع. طيب لياقه بدنيه كل مارك. والله انا اعلن التحدي، خلينا نشوف العالم ويتحفون. طيب لا ما ناديك ما ناديك. السلام عليكم، ان شاء الله بخير. سؤال كذا خفيف لطيف، عطني شيء ما حد يقدر ينافسك فيه. والله طول عمر الادب والاخلاق عندي، ما حد يقدر ينافسني فيها. صفقوا. انا انت ما حد يقدر يعني انا شيء غير الناس كلهم. اه لا حد يقدر ينافسها فيها. اه ما حد يقدر ينافسك في نفسك. الله ايه شاكك. يا سلام. اسبك. اوه نعم، خاصه اذا انا زعلان. اوه ما حد يقدر يمسك ابدا، ولا امي ولا ابوي. اسلوبك كل الناس متشابهه بطريقه اسلوبها. انت غير يعني. انا احس اني غير. شوف انه ما حد يقدر نفسك. طب هذا ما فيها منافسه. قول السؤال ثاني. يعني منافسه لعبه رياضه ذكاء طبخه اي شيء؟ طبخ. اي طبخ عندي انا بعد. كل الناس قاعد تقول طبخ، ما حد يقدر ينافسك في الطبخ؟ لا 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 انا ماهره يعني فيه. انت ايش؟ ماهره متفوقه يعني. ايه تنافس امك في الطبخ؟ لا صراحه امي لا، بس اخواتي ذولا صح يمكن. دخلتي منافسات طبخ شيء؟ والله كنت فاتحه مشروع من قبل. يا سلام. اي وقفلته. طيب ايش تطبخ اليوم؟ انا مكرونه ان شاء الله. مكرونه ها؟ نعم. اسهل طبخه يعني مره ما يعني. لا لا انا مكرونه غير طريقه غير انا. وش اقوى طبخه طبختيها؟ والله كل شيء اسويه يعني. اقوى ألذ طبخه يعني تحسين ان هذه الطبخه اللي انا هنا فزت عشاني خلصتها. والله انا ماهره اكثر شيء في الايطالي، الاكل الايطالي. وش اصعب طبخه طيب؟ اصعب طبخه حنيذ. حنيذ تسوي الحنيذ؟ اي اسويه بس انها صعبه مره. والله صعبه مره. ها ترى ما اطلب مطاعم. ما اطلب مطاعم ابد. حلو. عندنا الايطالي ما شاء الله يطبخ. يستاهلون والله. ها ما يحتاج ولا شيء. ما يحتاج بيتزا ولا شيء. مطبخ في البيت. اولي يا بيت. ركض. ركض؟ سريع. حلو، حلو، لا في في في. عندي تحمل، طاقة تحمل، ممكن عادي اداوم لك 14 ساعة. اللياقة البدنية. اللياقة البدنية. اقرا الزبون وهو جاي، كيف تقدر تتعامل معه، كل واحد له شكل وكل واحد له لون. هذه ممكن تقدر تتحملها. العزيمة بصراحة هالشيء يعني. لو بغيت الشيء جيب خلاص حطه في راسي واسويه. الذكاء. الذكاء. العب مع فيفا. شيء ما له دخل الذكاء. أنا أتميز إني سبع صنايع والبخت ضايع. خشمي. ما حد يقدر ينافسني فيه، حداك واحد يقدر ينافس خشمي. أنا. لا ما شفت شيء يا أبوي شوف. ما حد يقدر ينافسني. شوف هو من الطفولة. الله أكبر الله أكبر. مرجلة. فل مارك. يعني فل مرجلة؟ مرة. والله؟ إن شاء الله تعب. لا زين زين. سواقة. سواقة ها؟ إيه نعم. ما حد يقدر ينافسك. درفت درفت. درفت ها؟ درفت. شوارع ولا أماكن خاصة يعني في هذا نظامية؟ لا لا نظامية. أماكن نظامية ها؟ أكيد. أخذت بطولات؟ لا والله. الله يسود وجهك. ليش؟ كذا طلعت انا اكبر منها بذلك. صح صادق. الصياعه يعني. الصياعه يعني ايش؟ انام بالنهار وظل صاحي بالليل. كذا مفهوم الصياعه عندك؟ كذا مفهوم الصياعه عندي. فاهم الصياعه غلط. شوفني ولا اشوف احد. فاهم الصياعه غلط. الدهاء والحنكه. لا شيء. يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا لك. انا اعتقد هوايتي اللي هي كره القدم. لعيب ها؟ انت عارفني. وش مركز؟ والله انا العب محور. انا شهادتي فيك مجروحه اساسا في كره القدم. انت هذه بعض الاشياء اللي ما حد يعرفها عني ترى. احمد لاعب كبير انا لعبت معه. والشيء اللي ما حد يعرفه احمد طالبي. نعم نعم. استاذي كان استاذي في يوم من الايام. درست احمد. نعم. ولي الشرف اني درست احمد. والله الشرف لي. احمد نجاحاته نجاحات لنا، والله إننا نفرح فيه. يا حبيبي. رجل نجح في الإعلام واختصر موضوع الإعلام ونجاحاته ما شاء الله تبارك الرحمن. كل ما دخل مجال نجح فيه. نجاحات أحمد تجير للجميع، لوالديه أولا ثم لنا. أحمد ما زال أمامه مستقبل كبير في الإعلام، والله إننا نفرح له. وهذا من الشباب السعودي اللي نفخر فيه في الإعلام السعودي. أوف تصريح.